يعني حتى فيش أمان وأنا في بيتي، وين راح يكون في أمان؟ ضرب عيده. الطلقة يعني اللي اجت في ظهري كانت بالنسبة لي، يعني كان صريخي حتى، كان عبارة عن صدمة وخوف وجد جد. يعني انا ما كنت متوقع انه انا رح انصاب، يعني انا داخلة بيتي مطمئنة انه ما رح انصاب، لانه انا مش عاملة اشي، ولا ماسكة ولا حجر، ولا حكيت له حتى كلمة واحدة، ولا ناقشته ولا اشي، يعني باي فش له حق انه يطلق علي. لمصلحة المستوطنين بدهم يسووا عملية تطهير عرقي، يعني تهجير قسري لهذا الحي. تهجرنا من 48 دمعة وتهجرونا كمان مرة لصالح المستوطنين. يعني عندهم أيديولوجية، هدول الناس أيديولوجيتهم فقط إنه بدهم أرض، ما بدهم شعب، بدهم ياخذوا هاي الأرض ويبنوا عليها للمستوطنين. مش مهم وين احنا نروح، المهم يعني.